اليوم في عنا ناس بعدهم حاملين سلاح على الأراضي اللبنانية خارج الجيش اللبناني، يعني خلص الفوطة بالحرب شيء ظاهرة منها شيء ثاني. الحرب مش كبسة زر وتطلع صاروخ أو رجمة وبتدمر هون وهون ورجع بردوا عليها. الحرب في عندها عدة وجوه وعدة بتنشغل على عدة مستويات. مريخ رمشو، مساء الخير مشاهدي الفضائي سرويو تي في ومستمعين عبر راديو سرويو اف ام وصفحة سرويو تي في لبنان. نحن وياكم بحلقة بكل حرية الليلة مع ضيفنا لليلة سعادة النائب غسان حصباني ودولة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب، شكرا لاستقبالنا دايما. أهلا وسهلا. يعني بدنا نتطلع نحن وياك اليوم إلى هذه الرؤية الشاملة يلي حضرتك دولة الرئيس دائما بتكون موضوعي بهذه التحليلات. اليوم عم بتقلنا إنه لبنان هل برأيك هو بمهب الريح، يعني بوقت بتقول اللبنانيون يموتون وإيران تفاوض، بوقت بتقول نحن بخطر اندلاع حرب شاملة، شو وضع لبنان برأيك بهذا الزمن؟ وضعنا دقيق جدا لانه نحن بوسط مواجهه اقليميه كبيره، وبس اقول مواجهه مش دائما بحرب، يعني فيها مواجهه اقتصاديه، مواجهه سياسيه، مواجهه لحجز مواقع ومقاعد على الطاولات الدوليه. كنا بتاريخنا بالسابق تعذبنا كثير جراء الصراع السوفيتي الامريكي اللي كان قائم، وجراء وجود قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية غير الجيش اللبناني، لما كان في قوى فلسطينية مسلحة تشن الهجمات لتحرير الأراضي الفلسطينية من لبنان. من بعدها استبدلت هذه القوى بمن أتى ليساعد في إزالتها بقرار دولي وأصبحت الجيش السوري، وظل لبنان بهالصراع يلي بلش بنهايات الحرب الباردة بالمواجهة الغربية السوفيتية، وبعد لحد اليوم ما انتهت ذيوله لأنه نشأ النظام الإيراني الحالي بهيدي الفترة، فترة المواجهة مع الاتحاد السوفيتي، وصار فيه حروب متعددة بالمنطقة إن كان بالعراق ولا سوريا. من بعدها بالعشرين ثلاثين سنة اللي ماضية أدت إلى الحالة اللي نحن فيها اليوم. لذلك اليوم نحن بموقف كتير دقيق، لأنه بعدنا عم نشوف استمرارية لهالخيط المواجهات يلي بعد ما انتهى من المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة، وما زالت آثاره وتداعياته موجودة حاليا ولم تنتهي. اليوم في عنا ناس بعدهم حاملين سلاح على الأراضي اللبنانية خارج الجيش اللبناني عم بيقوموا بهجمات على إسرائيل، ساعة بهدف تحرير الأرض، ساعة بهدف المساندة والمشاغلة، وساعة بنطاق اشتباك قواعد اشتباك. لكن بالنتيجة هيدي عم بتجر دمار كمان على لبنان، البلد اللي منه قادر يحمل مواجهة، منه قادر يحمل معارك عسكرية، لكن يستخدم كمنصة لهذه المعارك الإقليمية. اليوم دولة الرئيس، يعني تفضلت وذكرت أنه هناك فريق أو حزب عنده أحادي القرار، يعني سبق وحضرتك نوهت إلى هذا الموضوع. اليوم لما يعني يكون عم بيطالبوا اللبنانيين بأكترية محقة بتطبيق القرار 1701، وشفنا المؤتمر الأخير يلي تم انعقاده بمعراب، ليه جمع يعني فريق المعارضة بأكبر كتلة ممكن لرفع الصوت برأيك؟ هيدا القرار يلي عم يتخذ خارج نطاق الدولة، من سيضع حد لهذا القرار بوقت حتى يعني رئيس الحكومة لا يتجاوب؟ يعني عم نشوف الباب مفتوح على مصراعيه. لما يكون في هيك قرار خارج الدولة معناتها الدولة غير قادرة على بسط سيادتها على أراضيها بكل بساطة، والدولة تتمثل بكل مؤسساتها، أولاً تبدأ بالحكومة لأنه هي سلطة تنفيذية. اليوم عندنا فراغ رئاسي، وإذا كان هناك سابقاً رؤساء سامحين المجال
لأن تحدث هذه الأمور على الأراضي اللبنانية ومتعاطفين ومتعاونين، أول خطوة هي بتكون أنه ألا يكون هناك رئيس هالقد فارح المجال متعاون، أن يبدأ أي رئيس جمهورية يأتي إلى هذه إلى هذا الموقع أنه أقله يقوم بحوار حول هذا الموضوع، موضوع السلاح، وننظر بكيفية يعني التعامل مع السلاح خارج الشرعية وحصرية السلاح بالقوى الشرعية بالدولة اللبنانية، لأن هذا قرار يكون شامل لكل اللبنانيين يتخذوه وليس فريق عن نيابة عن الآخرين. بس اليوم دولة الرئيس، هل دولتنا غير قادرة أم بدها، أم هناك يعني قرار مأخوذ لعدم وجود دولة بلبنان؟ من بعد الفراغ الرئاسي عندنا الحكومة، صحيح أن حكومة موجودة لكن تتصرف هذه الحكومة وكأن في فراغ حكومي أيضا، يعني في حالة متنين، يا أما هي بفراغ وغيبوبة حكومية مش قادرة لا تتواصل على المستوى هذا مع الدول الأخرى لفرض تنفيذ القرار 1701، يا أما هي حكومة داعمة لحزب الله بوضوح ولو كان كلامها مختلف، وهي تعتبر حكومة حزب الله، وبالتالي تزوج لبنان أكثر وأكثر دبلوماسيا حتى وسياسيا بأتون الحرب القائمة التي قد يجر حزب الله لبنان إليها. بدها تقرر هذه الحكومة وين موقعها، ما فيها تضل ساكتة ما عم تتعاطى بالموضوع، ما فيها تكون هي مواقفها داعمة وتدعم الحرب وتقول نحن إذا حصلت حرب مع حزب الله بلسان وزير الخارجية، وهذا يعبر عن أن هذه الحكومة هي حكومة حزب الله، أو أقله تفاوض باسم حزب الله دبلوماسيا. أضف إلى ذلك دور رئيس مجلس النواب الذي يتكلم وينطق باسم حزب الله، فإذا صرنا عم نشوف سلطة لم تحصل على ثقة مجلس النواب الحالي بعد يعني مو من مخلفات العهد السابق، عهد الرئيس ميشيل عون يلي سبب بالدمار الشامل للبلد قبل ما حتى ينطلق رصاصة من إسرائيل على لبنان، يعني ما إلا علاقة بالعدوان الإسرائيلي دمر حاله. عم نشوف اليوم بلد ما في كهرباء، صفر كهرباء بدون ولا ضربة إسرائيلية ولا تدخل خارجي من أي أحد، كانوا هني كفيلين إنه يوصلونا لمطرح يمحوا فيه أثر الحضارة بالبلد، وبعد مخلفات هذا العهد قائمة بحكومة ورتونا إياها قطع عليها تقريبا سنتين بعد هذا العهد، عامل نوع من إما فراغ أو تمثيل شبه رسمي لما يقوم به حزب الله، وهي يعني تتصرف كأنها حكومة حزب الله. يعني للأسف دولة الرئيس اليوم يعني كما ذكرت أيضا أنه هذا السلاح غير الشرعي عم يزج لبنان بحرب إسناد سميها، بحرب مشاغلة، يعني شو إلهم اليوم دور اللبنانيين؟ ليش ما بيكون هذا الدور مثله مثل أي دولة عربية جيران أيضاً، يعني مثل سوريا، الأردن، مصر، يعني شفنا شو عملوا، ليش لبنان بده يكون إلى أبعد مدى هو عم يتضرر أكثر مع بيسمود؟ للأسف لبنان دائماً استعمل وما زال ساحة للصراعات الإقليمية، يعني لما حدث ما حدث بفلسطين ومن تهجير كان في فلسطينيين بالأردن مثل ما إجا فلسطين على لبنان، الأردن تعاطى مع هذا الموضوع بطريقة مختلفة وقتها وأمن استقراره وأمن التفاف حوله من المجتمع الدولي، وما كان في يعني قدرة للمهاجرين والنازحين الفلسطينيين بهذيك الوقت اللاجئين أن يقوموا بأي أعمال عسكرية من الأردن، بينما أجوا على لبنان وكانت الأرض مفتوحة لهم بلبنان يعملوا كل البدنية بهذيك الفترة، ويلي سمحوا لها شيء بأنه يصير بهذيك الفترة هن ذاتهم سامحين لحزب الله أن يقوم بعملية عسكرية من الأراضي اللبنانية. التاريخ ما تغير، نفس التسلسل التاريخي لكل هالشخصيات تغيرت، يمكن بعض المنظمات تغيرت، لكن بعدها كلها قائمة وداعمة لحزب الله لأن يقوم بعمل عسكرية من الأراضي اللبنانية، وهذا شيء عم بيشكل خطر على لبنان. وشفنا اليوم لا الأردن ولا حدا تاني بالبلد ولا مصر قاموا بأي حركة عسكرية لا مشغلة ولا مؤازرة ولا غيره، كانوا عم يشتغلوا بالعمل الدبلوماسي. والنتيجة شو؟ العمل الدبلوماسي عم بيوصل لمفاوضات اليوم حول غزة، المشاغلة والمؤازرة والدعم اللي عم يصير من حزب الله نفس الشيء، ما وصل لشيء تاني، النتيجة ذاتها عم توصل، يعني ما غير بمسار الأمور ولا بأي شكل إلا أنه كبد لبنان خسائر إضافية
وفتح الباب اليوم على حرب مستمرة بلبنان ولو صار في وقف نار غزة. يعني خلاص الفوطي بالحرب شيء ظهر منها شيء ثاني. اليوم رجع ذكر وقال حسب الله انه هو موجود هون ساعة اللي كان ممكن يشكل ازعاج لإسرائيل ويطلع يخرج عن قواعد الاشتباك اللي كان متفق هو وإسرائيل عليها. فاذا اليوم الإسرائيلي بده يعالج موضوعه مع حزب الله على المدى البعيد. يعني هذه معناتها خطر حرب أكبر على لبنان بغض النظر شو بيصير بغزة. فإذا اليوم بعده لبنان في عنده ناس عم يزجوا بحرب هو مش قادر يتحملها. وهذا اللي صار معنا قبل 75 وفتنا بحرب أهلية دمرت لبنان أكثر وأكثر جرى هذا النوع من الحركة التي تحصل على الأراضي اللبنانية. اليوم دولة الرئيس الأصوات أقوى المطالبة بعدم رغبة وإرادة اللبنانيين بالمشاركة بالحرب. يعني هل برأيك الزمن أو التاريخ تبدل؟ لبنان يعني هل بعده مثل ما كان قبل ولا كمان تغير؟ يعني اليوم مع حضرتك اللي عم تتفضل وتقولوا هالنظرة الشاملة، يعني شو موقف لبنان؟ شو التغيير الديموغرافي اللي عم بيصير بلبنان؟ تغيير الهوية، تغيير أيضاً يعني الأرض اليوم عم بينحكى بعدد هائل من النازحين ورح نتطرق له بملفات بسياق يعني الحلقة. من يعني بأي حرب اللي كان بده يصير فيها نزوح، بده يصير فيها تغيير ناس من منطقة إلى منطقة، بده يصير فيها ضغط اقتصادي، بده يصير فيها ضغط اجتماعي، وهذا كلفة. يعني هاي كلفة حرب. بس ولا مرة كان بهالصورة لبنان اللي عم نشوفها اليوم. لكن لا، ما فينا نقول ولا مرة كان بهالصورة. يعني كان في محاولة لإزالة لبنان لما كانوا الفلسطينيين بلبنان. لا، كان فيها الخطر موجود. يعني اليوم في خطر هوية بيختلف يمكن شوي عن قبل بس بنفس السياق بنفس المقاربة. طبعا خطر وجود هوية وتعديل هوية عم بيصير بالمد الإيراني على شرق المتوسط، انه لبنان واضح انه يستخدم كقاعدة إيرانية على شرق المتوسط. تيكون قاعدة إيرانية بده يكون مثله مثل القواعد الأخرى، يعني مثل ما عملوا باليمن، مثل ما عملوا بغزة. هلأ صارت منطقة دمار وتهجير، وحتى هوية غزة يعني ممكن تتغير مع الوقت. يعني اللي بده يصير بلبنان أو عم بيصير بلبنان هو بهالسياق هيدا، يعني النقل الهوية إلى مكان آخر. ولما نقول هوية هي طرق التعبير، هي الثقافة العامة اللي بالبلد، لما تنتقلي أنت من ثقافة الإنماء والتطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والفكري لثقافة الموت والصراع الدائم الذي لا حدود له، الذي لديه أهداف معلنة ما بتتحقق وأهداف باطنية عم تتحقق من تحت الطاولة تدريجيا. لما اجوا ب 82 وقالوا لك وين بعدها بالثمانينات، وأول صراعات صارت، أول صراعات صارت بالبيئة اللي هني فيها. ما هني بلشوا بالحروب تبعهم ببيئتهم قبل ما ينتقلوا لمطرح تاني بالبلد تيسيطروا على الموقف على الأرض. لما يقولوا أني بصدد إنشاء الدولة الإسلامية في لبنان وسموها المقاومة الإسلامية في لبنان، يعني ولا حتى يعني تعذبوا يسموها المقاومة اللبنانية. يعني هني من الأساس عم بيقولوا لي نحن هون لنحقق أجندة واسعة للنظام الإيراني عبر المقاومة وما يسمى بالمقاومة في لبنان. يعني لما إيران بدها تعمل معادلة استقرار بيعملوا اتفاق مع إسرائيل وبيصير في شيء اسمه قواعد اشتباك، ولما بدهم يفاوضوا مع الأمريكان أو مع الغرب أو بدهم يضغطوا على أوروبا والأسواق الأوروبية بيجوا بيستخدموا هالمجموعة هيدي ليعلوا السقف. بيموت شباب لبنانيين جراءة، بس يصير في حكي على طاولة المفاوضات بهدوهم بيرجعوا بينهوا الأمور وبيمضوا. نفس الشيء بيصير باليمن. يعني هيدي شعوب عربية عم تستخدم من قبل إيران كوقود أو كأدوات لتحقيق التفاوض أو الموقع التفاوضي اللي إيران ما بتدخل بالحرب مباشرة، بتخليه هن يدخلوا فيها. وهلأ مثل عم نشوف إيران عم تتفادى لأقصى حد ممكن إنها تدخل بمواجهة مباشرة، ولا الأمريكان بدهم يدخلوا بحرب شاملة وهن عارفين هالشي، فبيستعملوا هالأدوات وبيضحوا فيهم. يعني هلأ ممكن إذا صار في ضربات أو حروب يعني محلية بتصير علينا، ما بتعود تصير على إيران. يعني بيحطوا لبنان بالواجهة. هيدا وهذا كلام خطير. يعني هيدا كتير خطير، وعم نشوف
هالتمدد انه منهم مكتفين بمنطقه واحده بلبنان، لا، لما تتضرر هالمنطقه بيصيروا موجودين بمناطق اخرى، بينتشروا مناطق اخرى، وبيصير في تعديل ثقافي، وبيصير في ضغط على الشعب اللبناني الباقي. بينما الشعب اللبناني عم بيقول لا، نحن مش هيدي الثقافه اللي بدنا اياها، بدنا ثقافه استقرار، سلام، انفتاح، ازدهار، وليس ثقافه دمار دائم ومستمر ما في له نهايه. طيب اليوم دولة الرئيس يلي الكلام أيضا اللي تفضلت وأشرت إليها إنه حتى بال 84 بال 86 كان كلام السيد حسن نصر الله واضح، يعني يعني هذا الحزب هو إسلامي بحت وليس لبناني. ليش ترك 40 سنة لليوم حزب الله يتمدد يتوسع يتوغل؟ اليوم عم نشوف حفر يعني تحت باطن أرض لبنان، ومين ما أدرينا بأي مناطق، ما أدرينا وين هذه، يعني كمان عماد أربعة يلي أشار إليه، أليس هو يعني خلينا نقول إشارة أيضا لإسرائيل أو خطة من خطط التهجير الجديدة للبنانيين؟ ترك حزب الله مش ترك، لأنه هو موجود، والدولة ما ننسى نحن أنه مثل ما قلنا بعد نهاية الحرب الباردة لزم لبنان من قبل الغرب، وهذا مكتوب يعني من بكتب معروفين، يعني اشخاص معروفين بالدبلوماسيه وبشغلهم بهذيك الفتره على الملف العربي الاقليمي، لزم لسوريا، وكان في جيش سوري على الاراضي اللبنانيه موجود، ولو كانت سوريا وقتها يعني كانت بمحور الاتحاد السوفيتي، لما انهار الاتحاد السوفيتي صارت سوريا يعني عائمه لحالها، تبناها الغرب وسلمها لبنان، وهذا يعني واضح اللي صار بهالفترة. هيدي نمي حزب الله تحت جناح الوجود السوري والاحتلال السوري بلبنان بكل بساطة، وانترك ينمى لأنه كانت العلاقة السورية الإيرانية إيجابية بهذيك الفترة، كمان لأن كان في عداوة أو خصومة بين حزب البعث السوري وحزب البعث العراقي، فلا يخلقوا معادلة جديدة بالمنطقة، صار نوع من تحالف بين إيران وسوريا، ونسمح لكثير من القوى العسكرية إنها أو كتير من الأشخاص أنه يجوا على لبنان ويتدربوا ويبعثوا سلاح وإلى آخره، وربي ونمي حزب الله تحت جناح السوريين يلي كل هالفترة هيدي كانوا بنوع من تناغم مع الكيان الإسرائيلي، يلي ما صار في الحروب الكبيرة يعني يلي تذكر إلا من بعد خروج الجيش السوري من لبنان. لما ظهر الجيش السوري صارت حرب 2006، كان في نوع من إعادة تموضع قبلها بمطلع الألفية، بس كانت عملية قواعد اشتباك شبيهة كتير بقواعد الاشتباك اللي كانت قائمة حتى من قبل، يعني كان في صواريخ سام بالبقاع وقت أيام فيليب حبيب، اتفقوا إنه السوريين ما بيطلقوا صواريخ سام على الطيارات الإسرائيلية، وانه الطيران الاسرائيلي بيضل يطير فوق لبنان بس بيعمل جدار الصوت ما بيقصف، وضلوا فتره طويله هيك الى ان حصل الاشتباك، لانه الاسرائيليين ما عادوا يقدروا يحملوا وجود عسكري بهالحجم هيدا على الاراضي اللبنانيه، وصار الاشتباك باوائل الثمانينات. بس كمان ما كان حاسم، انتقل حزب الله لمرحله نمو. هلا نحن اليوم لما يقول حزب الله انه هو موجود تحت الارض، أول شيء بيلفت النظر أنه عادة العسكر لما يحاربوا بيعملوا ملاجئ للمدنيين بيخبوهم تحت الأرض لما يتضرروا، ويطلعوا هن فوق الأرض وبيحاربوا. نحن بالعكس هون لا، بيحطوا المدنيين فوق الأرض تيموتوا العالم، ويقولوا مثل ما صار بغزة ليكوا المدنيين الأبرياء عم بيموتوا حتى يركض العالم ويشفق عليهم ويوقف الحرب، وما فرقاني معهم قديش بيتكلفوا خسائر مدنية، مثل ما عم نشوف بغزة كمان، طالما في واحد بعده واقف على إجراء من حركة حماس بيعتبروا إنه هذا انتصار، مع إنه في آلاف الناس يلي ماتوا، هدول ما بيعتبرون إنه خسائر، وبلد مثل ما هو منطقة مدينة ومنطقة كاملة اللي هي غزة قطاع دمر كاملا، يعني ما موجود محيو، بيعتبروا إنه كمان ماشي الحال ما في خسائر، بس المهم يبقى حماس ماشي. نفس الشيء الفكر تبع حزب الله لما بفرجيك الأنفاق، يعني بفرج انه هو محمي وعنده قدره يضرب صواريخ وعنده كل شيء تمام، يعني قتلوا عالم فوق كانه عم يقولوا لهم قد ما بدكم، بس نحن بنضلنا قادرين نكمل المعركه، هذا معناته انه عم يتخبوا ورا الناس ورا المدنيين اللبنانيين، ما بعرف باي مناطق،
لحتى يضل ولو كان في واحد بعده واقف معه صاروخ وبارودي يقولوا نحن انتصرنا. وهيدي شغله كتير كتير خطره بمبادئ الحرب، وهذا بيزيد خطوره الحرب على الشعب اللبناني، ما بخففها وبيزيد الانهزام على الشعب اللبناني ما بخففه، ولو كان هناك انتصار لقوى عسكريه اعتبروا انه وجودهم او استمراريه وجودهم هي انتصار. وهذا شيء كتير خطير. ليه؟ تناخد حماس على سبيل المثال. اليوم حماس عم بيفاوضوا عشو تترجع الحاله الى شيء شبيه باللي كانت عليه سابقا قبل الطوفان الاقصى. شو استفادوا؟ يعني شو عملوا باسرائيل بهالحاله هذه؟ ما عملوا شيء. يعني مات الالاف، دمرت غزه بالكامل، فقط بهمهم هلا بقاء حماس. يعني عم بيطلقوا الرهائن لتبقى حماس ليوقفوا اطلاق النار لما يكفوا على دمار وازاله قياديه حماس وعسكره ونزع سلاحهم من غزه، ليحاولوا يكون عندهم نوع من مشاركه بالحكم بغزه من بعد ما يوقف اطلاق النار بشكل دائم. ما حدا فكر انه هذه الخسائر لوين وصلت؟ كل هالدمار اللي صار والخسائر البشريه اللي صارت بغزه شو وصلت؟ ما وصلت لو ولا هدف من الأهداف المعلنة لطوفان الأقصى، اللي هي إزالة إسرائيل، نزع الطغيان اللي موجود، وحدة الساحات وخلق المعادلة. وبالنسبة لنا نحن وحدة الساحات شو وصلت أهدافها؟ كل هالخسائر اللي خسرها لبنان بالضربات وصلت لشو؟ لحتى حماس تتفاوض مع الإسرائيلي لتبقى حماس؟ يعني مساندة حماس هذه، مش مساندة الفلسطينيين. هون بتوجه للإخوان اللي بلبنان هبت فيهم الهمم لدعم القضية الفلسطينية بالأول، وهالشي محق ولازم دايما نضلنا داعمين القضية الفلسطينية، ما في شك الظلم هيدا ما بيسوى. لكن انتقلوا من دعم القضية الفلسطينية إلى تطنيش عن حزب الله وكأنه هو داعم هذه القضية والمدافع الوحيد عنها من لبنان، وانتقلوا من التطنيش على حزب الله إلى دعم حزب الله سياسيا هلأ في حال حصلت حرب أو حتى بدون ما تتوسع الحرب، صاروا هني داعمين لحزب الله انه يطلق عمليات عسكريه من لبنان. بس بذكرهم للقوى السياسيه التقليديه والجديده والقوى الدينيه يلي تحمست وعم تطلق شعارات دينيه وتخلق نعرات طائفيه بالبلد، بذكرهم انه حزب الله دخل المشاغله لدعم حماس وليس لدعم القضيه الفلسطينيه. يتذكروا هالشيء. هذا السلاح الايراني اللي موجود مع حزب الله ليس لدعم القضية الفلسطينية بل لدعم حماس ولدعم القوى العسكرية التي ممكن أن تضع ضغط على إسرائيل، وليس إزالة إسرائيل، أن تضع ضغط على إسرائيل لاستجرار تفاوض من الغرب وفك الحصار عن إيران بشكل تدريجي من عقوبات وغيرها. بس بتمنى عليهم يذكروا أنه بغض النظر عن عاطفتهم اللي هن عم بتشدهم لهذا الاتجاه، هن بالحقيقة عم بيدعموا المشروع الإيراني بشكل مباشر لا لبس فيه. يعني دولة الرئيس اليوم حتى عم نشوف عم ينحكى بتغيير نظام حتى داخل إيران، يعني مع اغتيال كل هذه القادات يلي شفنا القاضي إن كان يعني بإيران إن كان بلبنان، يعني اغتيال أيضا فؤاد شكر مؤخرا، خطاب السيد حسن نصر الله، كيف تقرأ كل هاللي صار؟ هيدي حرب قائمة. يعني اليوم الحرب فيها اقتصاد، فيها حرب نفسية، فيها حرب عسكرية، وفيها اغتيالات. يعني الحرب مش كبسة زر وتطلع صاروخ أو رجمة وبتدمر هون وهون ورجع بردوا عليها. الحرب فيها عندها عدة وجوه وعدة تنشغل على عدة مستويات. عم نشوف إنه في عمل مخابراتي كتير كبير موجود بالمنطقة، عم نشوف إنه في خرق كتير كبير للقوى الإيرانية ولحزب الله من تجسس، من خيانات، من عملاء. يعني هم إذا حدا قال لهم يا جماعة وقفوا هالحرب نحن لبنان ما بيحمل، بيقولوا له أنت عميل. يعني كل واحد بده استقرار وسلام بلبنان وعدم استخدام لبنان كمنصة لقتل للمقاتل للقتال أو للحرب، بيقولوا له أنت عميل. بينما العملاء الفعليين اللي عم يدزوا على قياديهم وعم بيكشفون هني موجودين بيناتهم. فإذا خلينا نوعى شوي للحس الوطني بلبنان، نعرف انه نحن عنا دولة، عنا بلد، عنا وطن،
هو بده ياخذ الاولويه على كل القضايا الاخرى بغض النظر عن احقيتها. بغض النظر عن احقيتها، اذا عندنا قدره نحن اقتصاديه وماليه وعسكريه واجتماعيه وعلاقات دوليه كافيه وتاثير دولي، قادرين فيها نآزر قضايا اخرى ونعمل فيها يعني فرق عال. بس اليوم ما عندنا ولا وحده من هودي المقومات. ليش عم نزج حالنا نحن وعم نغرق وعم نقول بدنا نخلص الغريق؟ لا، اللي عم يغرق ما في خلص غريق، بيغرقوا اكثر. وهلا عم نشوف دخول حزب الله بالمشاغله غرق حماس وغرق الفلسطينيين اكثر، لانه عم نحكي اليوم بحرب اقليميه صرنا، لانه عم نحكي اليوم بتعويم دوله عسكريه مثل اسرائيل بحرب اقليميه جراء هذا التدخل، وجراء هذا التدخل يلي لم ينجح في تغيير اي شيء بالمعادله. فاذا لبنان اذا ما عنده هالمقومات منه قادر يعمل اللي عم ينطلب منه او اللي عم بيصير من اراضيه. فاللي عم نشوفه ايه هو اليوم خرق كتير كبير لقدرات حزب الله، كشف كتير من الامور يلي كانت مغطايه بالاتفاقات اللي كانت صايره بين حزب الله والاسرائيليين على حمايه شمال اسرائيل بشيء سموه قواعد الاشتباك. برجع بذكر مثل ما كانت ايام بطاريات السام بالبقاع بقواعد اشتباك مع الاسرائيليه، انه هن ما بيقوصوا عليهم والاسرائيليه بيعملوا جدار صوت فوق لبنان وبيحلقوا بس ما بيقوصوا، وضلت قائمه فتره قبل ما ترجع تعلق الحرب. شفنا هون نفس الشيء عم بيعمل حزب الله. ف بدنا نشوف نهايتها وين هيدي، لانه اليوم كمان القدرات ما فيها تضاين كثير اذا القياديين والعسكر تصفوا واحد ورا الثاني بهالحرب التكنولوجيه الجديده يلي فيها مزيج من التكنولوجيا ومن المخابرات من الخرق ومن العملاء اللي موجودين مزروعين داخل حزب الله. يعني ايضا دوله الرئيس هذه الصوره الشامله اليوم، يعني بين لبنان ما بده الحرب، بين عدم تطبيق القرارات الدوليه خصوصا 1701، بين ازمه النازحين يلي عم نشوف للدوله عم تطلع فيهم، بوقت عم نشوف يعني التابعين لحزب الله عم نشوف هناك معاشات رواتب شهرية، هناك اهتمام خاص، يعني في كأنه وجهين للبنانيين لمواطنين هالقد في يعني شتى وصيف على سقف واحد. لا، ما في شك أنه نحن أمام يعني ازدواجية بالتعاطي والعمل. اليوم أكيد حزب الله عنده تمويله إن كان الخارجي وإن كان عبر الأساليب الداخلية اللي قدر يمتص فيها الأموال عبر الدولة وقطاعاتها اللي هي أموال المودعين اللي عم يصرخوا اليوم الناس واعتبروها أنه روحوها. وين راحت؟ راحت عبر خدمات الدولة كانت بتقدمها لهالبيئة هيدي اللي كانت أكثر مستخدم لهذه الخدمات، مش بس بطريقة عادلة لأنه كانت بحاجة، لأنه كان كمان في ضغط من السلاح على الأرض على كتير من الموظفين من المسؤولين من الوزراء لفرض معادلة إنها تدعم وتدفع. فإذا منشوف مطرح في ضرائب تستوفى، في مطرح ما في ضرائب تستوفى، في قطاع اقتصادي رسمي شرعي، في قطاع اقتصادي مبني على التهريب وغير شرعي وغير رسمي وعلى الكاش. في عنا مطارح بيطبق القانون، يعني إذا ركنت السيارة، إذا صفيت سيارتك بمطرح فيك تاكلي ضبط بمنطقة، إذا خالف واحد ببلكون بالعمارة بيوقفوا له المبنى كله ليكون صحح المخالفة، وبيجي الدرك وقوى الأمن كلهم وبيجبروه يلتزم بهذا الموضوع. بمطرح آخر في واحد يطلق صاروخ ما حدا بيقول له وينك، أو يحط رجمي ويفلتها عادي، يعني هذه صارت شغلة طبيعية. في عنا هالازدواجية بالتعاطي. اليوم عم نشوف الحكومة كلها عم تتجيش كيف بدهم يجيروا الأموال إلى الجنوب بوقت ما في معنا مصاري نجيب الكهرباء، وعم بينبشوا وين المصريات حتى يقدروا يدفعوا حق الفيول. بلد مش قادر ينتج أدنى مقومات الحضارة، يعني هي الكهرباء، ما في أقل من هيك تبلش يصير عندك الحضارة الحالية. يعني بوقت عم بيجير كل مقوماته، ساعة بيقول لك بدنا ندفع تعويضات، بيدفع تعويضات بأماكن مش قادر يدفع، ساعة وزير الأشغال بيقول لك بدنا نبلش بالاستثمارات كلها بالطرقات نحطها بمنطقة الجنوب.
بصيانة الطرقات وغيرها. نحن مش ضد الجنوب، بالعكس نحن بهمنا الجنوب ما يتدمر بالأساس، بهمنا أهل الجنوب يكونوا عايشين بكرامتهم بالأساس، مش يتهجروا كل ما قرر حزب الله بده يفتح معركة، أو كل ما قررت إيران بدها تفتح معركة مشاغلة لدعم قواها العسكرية بالأراضي الفلسطينية لحماس تحديدا، أو المفاوضات إقامة مفاوضات بدها تشغل أهل الجنوب وأهل لبنان كلهم يتدمروا ويتهجروا. هلأ إذا صار تهجير أكبر من منطقة الجنوب، هذا كمان عبء اقتصادي ومالي على أهل الجنوب وعلى بقية لبنان وعلى الدولة اللبنانية. اليوم بدل ما يكون المستشفيات عم تشتغل لتحسن أداء الصحي، والوزارة الصحة عم تشتغل لتأمن خدمة صحية لهالناس اللي ما عم بيقدروا يفوتوا على المستشفيات ويتعالجوا، صار هم وزارة الصحة كيف بدها تأمن المستشفيات لاستقبال الجرحى والقتلى يلي بدهم ينصابوا بالحرب الشاملة أو الواسعة واللي هلأ عم ينصابوا بالحرب. بس حتى هون اسمح لي أقول كمان في ازدواجية بهيدي التراتبية اللي عم تنذكر، لأنه شفنا إسرائيل كيف عم بتجهز، كيف عم بتحضر، كيف عم تعطي المستوطنين وقود للحالات الطارئة، ونحن بعدك عم تتفضل وتقول يعني نحن واصلين إلى العتمة الشاملة بلبنان. نعم. بوقت لازم نكون عم نتحضر. نعم. لنحل يعني حتى بدون حرب نحن عنا عتمة شاملة. فكيف بدك تعملي حرب وانت مش قادرة تأمني الخدمات الأساسية للناس؟ برجع بقول انه اليوم بدل ما يكون تركيز وزارة الصحة بس بيخبرونا انه هني عم يتجهزوا، بس بأي طريقة؟ ما انا ما عم بحكي عن التجهيز، ما لازم يكونوا حتى بمرحلة عم يتجهزوا، لازم يكون تفكير كل اللبنانية كيف نطلع من الأزمة الاقتصادية، كيف نعالج المرضى اللي مطلوب يتعالج ونأمن لهم أدوية ونأمن لهم استشفى بالحالة الطبيعية عم نحكي. فهلا تحول كل الموضوع للتحضر لحرب أساسا، ولا الكلفة كلها تروح للتعويض على عم بيتضرروا بجنوب، وكأنه ما حدا مضرر ببقية لبنان، ما كل لبنان متضرر من هالموضوع هيدا اقتصاديا وماليا واجتماعيا وبكرة عسكريا يمكن كمان. بس حتى اسمح لي هون دولة الرئيس، حتى في هيك بالتعاطي، يعني شفنا أحد الوزراء بدون ما نسمي بلغة الاستكبار والاستعلاء، ونحن بدنا نضبط طرقات الجنوب، ونحن يعني في مواضيع. إذا عم نحكي عن وزير الأشغال هو قال يعني ما حدا غيره صرح فيها، أصلاً موازنة الأشغال كلها على بعضها شو بدها تضبط لتضبط طرقات؟ ما عم بيتدمر الجنوب قد ألف مرة على القليلة من اللي بيقدر يضبطوا وزير الأشغال بجنوب، يعني عم بيربحهم جميلة لأهل الجنوب من كيسون اصلا، يعني مفروض في ضبط طرقات الجنوب بدون ما يكون في حرب. يعني انه ليش بده يربحهم جميله انه هلا وقفت على كم طريق يزفتها ويعمل لها صيانه لحتى يكون رد اعتبار اهل الجنوب يلي عم بيموتوا؟ لا، ما هيدي كمان استخفاف بعقل اهل الجنوب قبل غيرهم. يعني كل موازنه وزاره الطاقه يعني شو راح تطلع كلها، وزاره الاشغال شو راح تطلع كلها على بعضها؟ يعني اساسا ما بتطلع غمش بالدمار اللي عم بيصير. يعني بعدين عم ببلشوا صيانة الطرقات، ما بكره بيرجعوا بيضربوا لهم اياهم، يعني شو بيكونوا استفادوا اصلا؟ هذا كله كلام استهلاكي لحتى يحصروا او يجعلوا البيئه يلي عم تتضرب انه هي في حدا عم بيهتم فيها. بس اكيد اكيد ما حدا في يهتم فيها، ولا هالاهتمام هذا رح يجيب لها شيء، ولا رح يقدم مؤخر، ولا حتى المستشفيات والقطاع الاستشفائي رح يكون جاهز او قادر يساعد هالبيئه لما يصير في حرب ويصير فيها الإصابات الكبرى، والله يساعد الناس اللي رح تنصاب ورح تتدمر بيوتها ورح تتضرر، لأنه ما في شيء بعوض له على اللي عملته. وهذا الكلام إنه فدا فلان وفدا فلان، يتذكروا إنه هذه فدا إيران، هني عم يفدوا حالهم لينفذوا أجندة إقليمية على الأراضي اللبنانية. ولما إيران تعقد اتفاق تحديدا مع الولايات المتحدة، يعني ما في حدا تاني هلأ له زوم بالموضوع، وتلزم إيران وإسرائيل بضبط النفس مع بعضهم، ما بيكون مات او رح يموت الا الشعوب يلي بتحب تفدي حالها، مفكره حالها عم تفدي حالها لقضايا نبيله، لكن هي عم تفدي حالها للعبه سياسيه اقليميه صار لها قائمه من اواخر الحرب البارده وعمرها تقريبا 40 فوق ال 40 سنه. يعني دوله الرئيس ان شاء الله هالكلام يوصل فعلا بمطرحه والناس يكون عندها الوعي الكافي، لأنه شبعنا حروب، شبعنا دمار لهالوطن ما بيستحق إلا أنه يكمل. بالعودة إلى يعني ما حصل مؤخرا، شفنا الخميس الماضي مفاوضات التهدئة
يلي تمت وبعدها لليوم ما في ما نجحت. هل برأيك هذه المفاوضات مع يلي لبنان ممكن انه يتجنب هذه الصراعات بوقت هذا الفراغ لرئيس بالرئاسة الجمهورية؟ نتمنى انه اي عمل ايجابي دبلوماسي يجنب لبنان حرب اوسع واكبر. اكيد نتمنى انه ما يموت لبنانيين اكثر، ونتمنى بغض النظر شو الاجنده هلا بالامر الواقع انه هالاجنده هيدي يكون لصالحها انها ما تصعد اكثر وتهدي الامور وتوقفها لنكون وصلنا لمرحله نقدر نلاقي حل دائم ومستدام. لكن بالرغم من ربط حزب الله الاعمال العسكريه هون بغزه، في احتمالين. احتمال الاول انه تصير المفاوضات ويصير في وقف اطلاق نار، وبعد 40 يوم يرجع يصير دائم اكثر وتحسن الوضع وتهدى الامور وما كانه شيئا لم يكن، وبركي بيجي حدا بيدفع مصاري وبيعيد اعمار غزه من هلا ل 30 سنه اللي جايين، لانه بدها شيء 15 20 سنه على القليله تترجع تقلع وتبين مطرحها. بنفس الوقت اعتبري فرضا انه هذا السيناريو الامثل انه وقفت الاعمال العسكريه كمان بلبنان ورجعوا لقواعد الاشتباك على سمن وعسل بين حزب الله واسرائيل 15 سنه تانيه. هل نتوقع انه الاسرائيلي ان يكتفي بذلك بهذه المرحله من بعد اللي صار باكتوبر 2023؟ من الصعب تصور هذا الموضوع. اي محلل استراتيجي بيقدر يشوف الوضع الميداني انه اسرائيل اليوم عم بتجر الكل لمواجهه شامله لحتى تلاقي حل اطول الامد من الحلول اللي عاده عودنا الغرب عليها اللي هي مؤقته من ايام المبعوثين بالثمانينات وحتى بالسبعينات للمنطقه وللبنان لحد اليوم، يلي دائما بيجوا بيقولوا نحن علينا ان ننظر الى التهدئه المرحليه، ان كان وقف اطلاق نار، ان كان هيك شيء تسويه صغيره تقدف ثلاث اربع سنين لقدام او ثلاث اربع اشهر لقدام وبعدين منشوف. ما حدا اجى عمل حل شامل، ولا حدا طرح حل شامل الا القليل، وبعد ولا مره زبط حل شامل. لذلك انا اللي شايفه انه حظوظ تفاقم الوضع بالوقت الحاضر تعلو على حظوظ الاستقرار للاسف، وهذا شيء ما حدا بده اياه. لكن للاسف اليوم اللي بيحركش بوكر الدبابير ما بيعود فيه يحتويه هو لوكر الدبابير، بتصير الاحداث هي اللي بدها تاخذ المسار. يبدو ان المفاوضات بغزه اساسا متعثره، يعني لا ما في حدا من الطرفين ناوي او عنده النيه او الرغبه بانه ينهي الموضوع، كل واحد عم يشتري شويه وقت اكثر وعم يتسابقوا مين بيلوم الاخر على فشل المفاوضات مش على نجاح المفاوضات. فاذا امال منا كثير عاليه، لكن نتمنى انها تصير اقله رأفة بالشعب اللي عم بيموت بغزه. ثانيا بغض النظر ما حدا بيعرف شو ممكن يصير بجبهة لبنان بغض النظر عن هذه المفاوضات، يعني حتى الاحتمال لأنه في تهدئة هناك مش معناتها أنه جبهة لبنان رح تهدى ولو وقفت يعني في ربط بين الجبهتين وحزب الله قال أنا بدي وقف، هالشي ما بيعني أنه رح يوقف وما بيعني أنه هني رح يوقفوا معه. يعني كمان اليوم ما بدنا ننسى أنه بده يخلق سبب لوجود هذا السلاح غير الشرعي بلبنان. إذا مننتقل إلى الداخل اللبناني دولة الرئيس، يعني في جمود كتير كبير عم يكبر يوم بعد يوم، مجلس النواب مقفل، البرلمان يعني أبداً ما عم يعمل شغله، شو رح يصير بملف رئاسة الجمهورية؟ هل رح نبقى على هذه الوتيرة؟ هل أيضاً مرتبط هذا الملف بملفات إقليمية ودولية؟ نحن كمعارضة عم نتابع ملف رئاسة الجمهورية بشكل كتير دقيق، يعني مثل ما شفت مؤخرا كان عندنا لقاءات بمجلس النواب عم نقول فيها انه نحن بنحكي مع بعضنا وقادرين نحكي مع بعضنا اذا في جدية لانتخاب رئيس جمهورية. الكتل يلي جدية بالتحاور والتشاور ملتقت بمجلس النواب، اكثر من 98 نائب اجتمعوا بغرف مجلس النواب خلال اسبوعين تقريبا، ودولنا بخارطة الطريق للوصول إلى انتخابات رئاسية، وكان في كتير وجهات نظر قريبة لبعض. انتبه يعني ما شفنا في اختلافات كبيرة بوجهات النظر حول مقاربة الرئاسة. وكان في احتمال أن نوصل لنتائج، وبعدنا مستمرين بهالنقاش مع بعض الكتل اللي حبت تطور هالموضوع أكثر.
أكيد وعنا خطوات إضافية. فإذا نحن كمعارضة عم نقوم بأكثر مما يمكن القيام به للوصول إلى خرق بالملف الرئاسي، لكن كتير صار واضح من كل هالخطوات اللي أخذناها إنه في جهة طيب عندها ساحة معركة فاضية لإلها، ما في عندها سلطات تقدر توقفها عن اللي عم تعمله، عندها حكومة بتلبي لها طلباتها مثل ما هي بتحتاج، وزراء غب الطلب يعملوا تصاريح يحولوا أموال اللي بدك إياه لحزب الله ولا عندك فراغ رئاسي يسمح لهم بالتعاطي الدبلوماسي الخارجي كما يشاؤون، يعني وكأنه هن الدولة اللبنانية صار. فإذا ليش بدهم رئيس جمهورية؟ رأينا ولمسنا مع غالبية الكتل، حتى ما بدي أقول كل الكتل تما أحرج حدا، تضل في حدا يقدر يخبره أنه هو قريب لألهم يعني، بس أقرب الكتل لألهم قالت نحن لم نلمس جدية من رئاسة مجلس النواب لإجراء الانتخابات الرئاسية مهما صار، حتى ولو صار حوار على طاولة مستديرة برئاسة رئيس المجلس سيكون هناك عراقيل لعدم انتخاب رئيس إلا إذا كان جاي الرئيس معلب وداعم لمشروعهم. مشان هيك للأسف عم خلينا نقول عم بيتم التلطي نحو إنه القوات تمنع الحوار، ما بدها الحوار. لا ما نحن يعني هيدا التهم دايما تراشق فيها القوات. أول شغلة بيحبوا يقولوا القوات دايما حتى ما يبينوا إنه في معارضة بلبنان، يحصروها بالقوات بمحاولة لاستقطاب يعني الوسطيين وبقية المعارضة. لا في معارضة واسعة، برجع بذكر في أكثر من 77، في 77 نائب بالمجلس بآخر جلسة صوتوا ضد مرشح الثنائي، يعني هاي كلها معارضة لحالة الثنائي حتى ما نحصرها بس بالقوات. طبعا القوات عم تكون رأس حرب ما في شك، ولكن احنا ضمن أيضا مجموعة معارضة صلبة تتعاطى مع الملفات كمعارضة بشكل رسمي. ثانيا أثبتنا بمجلس نواب أنه لا عندنا مقاربة، عندنا خارطة الطريق عم نطرحها، عم نبني على كل المبادرات اللي انطرحت، ما عملنا مبادرة جديدة، أخذنا على عاتقنا ناخذ هالمبادرات نجا ونحط تصور بخارطة الطريق ممكن تنجح، وقعدنا كلنا سوا مثل ما قلت 98 نايب حكوا مع بعضهم أكثر من هيك تحاور. إذا فعلا ما يقصد بالحوار هو الحوار فعلا، هذا حوار حصل وليس حوار تحت ضغط أما السلاح. أما ما هو مقصود بالحوار الذي طرحه بمبادرته رئيس مجلس النواب هو كلام حوار، كلمة حوار استخدمت، لكن هو المطلوب الجلوس على طاولة يرأس رئيس مجلس النواب يكرس فيها رئاسة مجلس النواب كمدخل أساسي لانتخاب رئيس جمهورية، وكأنه عم يعمل استشارات نيابية مسبقة لحتى يحدد مين رئيس الجمهورية ويفرضه بعدين يفتح مجلس النواب. وسلاح فوق الطاولة، وسلاح طبعا موجود دائما لدعم هذه القضية، لو ما كان في سلاح كان بيقدر يعمل هيك؟ بعدين تناخد مقاربات أخرى، ليش رئيس الجمهورية بده يكون منتخبينه 128 نائب كلهم موافقين عليه بحوار يا لطيف وهالقد بده، ورئيس مجلس النواب طلع ب 65 صوت، يعني هو شخصيا أنجأ طلع بصوت زيادة وما في غيره مرشح. طيب لو في غيره مرشح أكيد ما كان طلع، يعني لو في حدا آخر تقدم لا يطلع برئاس مجلس النواب يبقى ما كان طلع حتى. فإذا رئيس مجلس النواب يطلع ب 65 صوت ونحن احترمنا هالشي مع أنه في خصومة وفي اختلاف بوجهات النظر، لكن نحترم موقع رئاسة مجلس النواب ولسنا ضد هذا الموقع، وحتى الشخص نحن اللي بيختاره المجلس بأكتريته نلتزم ونشتغل معه بكل احترام كرئيس مجلس نواب، لكن أن يأخذ دور أكبر من ذلك ليصبح دور رئيس المجلس الملك الذي يتحكم بكل الرئاسات الأخرى هذا غير دستوري بشكل فاضح. يعني ليش بيصير هيك؟ كمان لأنه في قوة أمر واقع على الأرض بتدعم هالشيء أنه يصير، وبرضه ما كان رح يصير عشوائي يعني. تاني شغل لما نسلم جدل أو هيك كمثل كمقارنة، شو بيصير لو إجا رئيس الجمهورية، كان في رئيس جمهورية وقال تعرفوا لن أدعو إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة، أوكي رح وقف هالموضوع، تفضلوا لعندي على القصر نعمل طاولة مبرومة، بعتوا لي رؤساء الكتل أو حدا بيمثلكم نعمل حوار، نعمل حوار على الحكومة وعلى رئاسة الحكومة مين نختارها، بصير رئيس جمهورية هو مدخل حصري لهالموضوع هيدا، بس يتفقوا بعدين بيعمل استشارات نيابية شكلية وبيكونوا هن اتفقوا على الاسم. كمان هالشي يجوز؟ لا يجوز، هالشي غير دستوري.
أوكي؟ فإذا اللي ما بينقبل إنه يصير من هنيك ليش بده ينقبل هون؟ هيدا الدستور هو الكتاب الأساسي اللي منجأ له لما يكون في عنا أزمات، مش منجأ له هي الأمور عادية، عادية ماشي الحال بيكون. لما نوقع بأزمة هو اللي منحتكم له، ما منخترع اختراعات إضافية وأعراف فوق أعراف فوق أعراف ليصير في عنا حكم عرفي. ليش بيقولوا الحكم العرفي؟ الأعراف بتخلق حكم عرفي بعدين ما يكون في عنا دستور وديمقراطية. يعني للأسف على أمل يجي هذا النهار يلي يطبق فيه الدستور بحرفيته وليس كل واحد على هواه. بدي أختم معك دولة الرئيس بملف انفجار مرفق بيروت. يعني شفنا اليوم دايما أهالي الضحايا هن عم بيكونوا رأس الحرب بهالملف، وعم نسمع أصواتكم يعني المطالبة بإحقاق العدالة. برأيك مع حتى يعني الضغط الحاصل من النازحين السوريين، يعني ما بدي أربط الملفين ببعض، ولكن هناك خطر داهم أيضا، هل بتعتبروا اليوم أو البعض بيقول أنه هيدي خطة جديدة لتهجير شبابنا، لتهجير مجتمعنا، بيئتنا؟ يعني شوفي أنا أول شيء خطوة أول موضوع العدالة. نحن عم نكون مع الأهالي فعلا رأس حرب بهذا الموضوع من أول نهار. طلبنا بلجنة تقصي حقائق أو تحقيق دولية، بس مش بس طلبنا، يعني كتبنا رفعنا العرائض مع المنظمات الحقوقية والإنسانية وأهالي الشهداء، وكان في عرائض نيابية وعرائض شعبية وغيرها انطلقت للاتحاد الأوروبي وانطلقت للأمم المتحدة للجنة حقوق الإنسان. الاثنين المسارين كانوا إيجابيين لحد هلا، لأن يعني الاتحاد الأوروبي ببرلمانه طلع قرار حاسم وواضح جدا يدعو إنه كل الدول الأوروبية تساهم بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لتجي وتشوف شو اللي عم بيعرقل العدالة بلبنان ومين عم بيعرقل العدالة ويعاقب بحسب هالموضوع لتحرير وتفكيك التحقيق. تاني موضوع صار في تقدم بمجلس حقوق الإنسان بهالموضوع هذا بستيتمنت أو بيان صدر عن أمين العام يلي حث الدول بالعمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق. سو قطعنا شوط مع أنه كتير عمل مضني مع كل هالدول، لكن ما توقفنا ولا لحظة نحن والأهالي بالمطالبة، وأكثر من 7-8 خطوات ضخمة صارت بهالاتجاه هيدا توصلنا لهالنقطة هي، وما زلنا كاملين طريق ما رح نوقف. انفجار بحجم المرفأ أو تفجير بحجم المرفأ أكيد بيغير معالم مدينة. أي مدينة تانية لو صار فيها هيك يعني يمكن ما كانت قدرت وقفت على إجريها، لكن صمود أهل بيروت فاجأ الكل اللي ساهموا بهيك نوع من عمل مدمر. فاجأون بأنه صمدوا، قدروا بقيوا بدون أي مساعدات داخلية، بدون أي التفات من الدولة اللبنانية يذكر. قدروا أسسوا رجعوا مدينتهم ووقفوا على أجريهم وعم بيكملوا. أكيد هيدا وغيره يخدم، إذا ما كان مقصود أقله يخدم إعادة الخلط الديموغرافي بالبلد. تهجير أهل بيروت أكيد، يعني هالمدينة اللي صامدة إلى آلاف السنين هيك حدث كان أي مدينة تانية كان محي كل أهلها وهجرهم ما خلى حدا فيها. لا، اللي عم نشوفه هو ردة فعل إيجابية، نتمنى أن تستمر من أهل بيروت إنه صمدوا وثابروا وكلنا سوا عم نشتغل حتى يرجعوا ويضلوا بأرضهم. إما في مشاريع لمرفق بيروت عم تتحيك ل محيو وتحويله إلى تطوير عقاري ما بنعرف مين بيجي بيقعد فيه وبيسكنه وبيغير كل المعالم. ضم المنطقة كمان في محاولات لتهجير أهل المنطقة اللي محاذية للمرفأ وضم لها المشروع هيدا. الأهل اللي صلهم البيوت اللي صلها من 1850 موجودة هناك، وهالعيال اللي صلها من قبل 1850 بيوت تاريخية أثرية وعيال عيال صار لها سنوات وعقود هناك كمان عم بيحاولوا تهجيرها بعدة طرقات. يعني ساعة بتلاقي أوكي مشروع تفجير مرفق بيروت، مشروع توسيع، شوي بتلاقي مشروع طرقات، تضييق طرقات، توسيع مساحات بسموها سياحية واقتصادية تحت عنوان التوسيع البيئي والتطوير البيئي. هو شو عم بيضيق على العالم الموجودين هني تيفلوا ليصير في تطوير عقاري جديد ويجي غيرهم يقعد محله. هالعيال اللي صار لها سنين قاعدة بالبيوت القديمة،
وغيرها وغيرها من محاولات لتفريغ بيروت من تراثها، لتفريغ بيروت من مكوناتها الأصلية، مكوناتها الأصلية، واستبدالهم بمكونات جديدة. وعم بحكي أنا خاصة هالحزام الشرقي حول بيروت والشمالي، يعني هذا الحزام كله عم بيتم الضغط عليه لاستبداله ديموغرافيا. لا، نحن كلنا واقفين بالمرصاد وأملنا كتير كبير بأهل هالمنطقة يلي قعدوا هونيك من أكثر من 200 سنة وخلقوا هالمنطقة هونيك تحديدا. أنا عم بحكي عارف شو عم بحكي، بيروت كلها متضررة أكيد وبيروت كلها بخطر، لكن في مناطق محددة عم بيتم الضغط عليها لاستبدالها يلي تأثرت أكثر شيء بالانفجار، وأنا بشوفها موجودة برمال والصيفة والمدور وصولا لمنطقة المرفق والأشرفية من تاني ميل. واليوم في كتير مخاطر كمان عم بتحدق بهالمنطقة، إن كان من مخاطر بيئية، حتى من بعد تفجير المرفق كان في حرائق عم تحترق القمح اللي كان بعده موجود لحد هلأ بأرض المرفق ما شيلوه، كان عم يعمل احتراق تلقائي وعم بيطلع مواد سامة لأنه في بكتيريا عم تربى فيه، وعم تطلع دخانة كله على تلة الأشرفية. يعني أهل الأشرفية كانوا أول سنتين بعد انفجار المرفأ عم بيشموا مواد سامة بشكل مستمر، وهذا كان عم بيسبب حالات اختناق، عم بيسبب حالات ربو، ويمكن أشياء أكتر بالمستقبل. سعينا كمان مع الخيرين بالمنطقة وعملنا مبادرة لرشينا هذا القمح بأدوية معقمة عملت خصيصا للبكتيريا اللي موجودة بالقمح بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ومختبراتها ووزارة البيئة، وقدرنا أملنا الدعم المالي لحتى وقفنا هالحرائق هيدي لحتى يقدروا يتنفسوا هواء مقبول بمنطقة الأشرفية. كمان كانت هيدي واحدة من الأمور يلي عم بتهشل وتهرب الناس اللي موجودين بالمنطقة. يعني قد بدها تكون هالمقاومة وهالصمود بكل مفاعيله. وأنا بدي أشكرك دولة الرئيس على دايما كل الحلقات هيك بتكون شيقة وينطروها الناس ببرنامجنا بكل حرية. شكرا دولة الرئيس غسان حصباني سعادة النائب، أيضا شكرا لكم مشاهدي الفضائية سرويو تي في ومستمعين عبر راديو سرويو اف ام ومتابعي صفحة سرويو تي في لبنان. إلى اللقاء دايما بكل حرية.